اهلا اهلا. تاتا مصر انه بدها تروح على المجلس اليوم، مش عارف كيف بدي اقنعها انها ما تروح. وليش ما بدك اياها لستك تروح على المجلس؟ لانه مريضه وصحتها مش منيحه. الا انه انت مريضه وصحتك ما بتسمح لك انك تروح على المجلس. ما قلت لها ما قبلت. طب قل له لبيك انه يركب لها تلفزيون باوضتها وتحضر المجلس على التلفزيون. ما ركب لها بابا وكمان ما قبلت. عندي حال انك تغير كل ساعات البيت بس تنام ستة تفركها. هلا هيدا اطلع معك، اذا عندك فكرة تانية اطلع فيها. تيتا يا شباب بدها تروح اليوم على المجلس حتى لو انا اشتغلت عندها ممرضة، وحتى لو اضطريت اخذها على الكرسي المتحرك. وهيك بتكوني مثل السيدة زينب عليها السلام اللي كانت بكربلاء ومرضت الكل ومساعدت الكل، واليوم حنسمع قصتها بالمجلس. يلا يلا يا شباب قوموا حضروا حالكم كرمال نلحق المجلس الليلي. يلا على المجلس. انت هلا ما تنسى تمرق على امك تقول لها انه رحت معنا، ما تقلق عليك. يلا يلا يا شباب. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام وبنت السيدة الزهراء عليها السلام، اليوم حنحكي حكايتها، حكاية مرة صابرة شجاعة وقوية وحنون. هي اللي شهدت وفاة جدها رسول الله ووالدتها السيدة الزهراء، واستشهاد والدها الإمام علي، واستشهاد خيها الإمام الحسن عليه السلام. فوق كل هول شهدت كل مصايب كربلاء. وإما السيدة الزهراء وصتها إذا شافت الإمام الحسين وحيد بكربلاء أنه تبوسه برقبته وتشمه بصدره. وضلت هيدي الوصية ببالها ليوم العاشر من محرم يلي شافت فيه كل أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته عم يستشهدوا واحد ورا واحد. كانت كل ما تسمع خبر استشهاد حدا حتى لو كانوا ولادها كانت تتلقى الخبر بقوة وصبر وعزيمة. فاستشهد كل الأصحاب وولادها الأربعة، أبناء الإمام الحسين والإمام الحسن، وخيّ أبو الفضل العباس اللي كان كافلة وحاميها، وكمان خيّ الإمام الحسين. قبل ما يروح الإمام الحسين على المعركة بعد ما صار وحيد ما معه حدا، نفذت وصية السيدة الزهراء عليها السلام فبسته برقبته وشمته بصدره. فسأل الإمام الحسين ليش عملتي هيك؟ قالت له لأن أم الزهراء وصتني انه بوسك برقبتك لان موضع السيوف وشمك بصدرك عشان موضع حوافر الخيول. واستشهد الامام الحسين فما كانت منا الا كلمه واحده وهي اللهم تقبل منا هذا القربان. ومن بعد ما استشهد الامام الحسين كان عنده كتير امانات بدها تاديها. اول شيء كان لازم تحفظ العيال، وتاني شيء كان في عندها الإمام زين العابدين اللي كان مريض ومش قادر يقاتل مع الإمام، فكان لازم تحميه حتى لو بدها تفديه بروحها. وأقوى مواقف السيدة زينب عليها السلام كان بوج يزيد لما وقفت وخطبت فيهن فضحته قدام العالم وهو كان مش قادر يرد عليها ولو بكلمة صغيرة. وقالت له ليزيد لو مهما عملت ما رح تقدر تمحي أثرنا ولا تطفي نورنا. وهيدي كانت قصة السيدة زينب عليها السلام يلي علمتنا الصبر والتضحية بكل مواقف حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Thank you.
Thank you.